الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم مساء الخير ليوم الاربعاء 3/4/24. كل سنه وكل اخواتنا المسلمين بكل خير، وفي مصر، في المنطقه العربيه، في كل المحيط بتاعنا، الاقليم، كل العالم. كل سنة وحضراتكم بألف خير. بمناسبة عيد الفطر اللي نزل قرار النهاردة من رئيس مجلس الوزراء بالإجازة السنوية لهذا العيد، واللي هتبدأ يوم الثلاث 9 إبريل وتنتهي يوم الحد 14 إبريل. طبعا 9 ده غالبا بيبقوا لسه بيستطلعوا الهلال، فبيبقوا مش عارفين ده المتمم وعشرة هو البداية، ولا ممكن يبقى 9 هو العيد نفسه، فبيدوا اليوم ده كمان مع الثلاث أيام مع بديل الويك أند، فأجازة طويلة وإن شاء الله تكون سعيدة. وكل سنة وحضراتكم بألف خير. النهاردة هيبقى عندي فقرة حوار عن طريق تقنية زوم مع المهندس رأفت صليب رئيس اتحاد المصريين بأمريكا. هنشوف مع الباشمهندس رأفت ازاي المصريين في امريكا، ولو امكن الشعب الامريكي كمان، ازاي تابع مراسم تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسية جديدة، ومصر متشافة ازاي هناك. المصريين في الخارج مجهوداتهم كبيرة قوي، عايزين برضو نطلع على جزء منها. الحقيقة اتحاد المصريين في الخارج في امريكا بيعمل شغل كبير لدعم موقف مصر السياسي والاقتصادي وغيره يعني. فهيكون معانا دي فقرة حوار عبر تقنية زوم، وهيبقى معانا في استوديو مساء الخير هيشرفنا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن دور الأحزاب في الفترة القادمة والولاية الجديدة للسيد الرئيس. احنا كلنا متفقين انه في الحوار الوطني تم الاستقرار على دور أكبر للأحزاب في الحياة السياسية في مصر، لانه العالم كله مدام احنا بنقول احنا يعني بنطبق الديمقراطيه ونسعى الى الديمقراطيه، فلازم الاحزاب يبقى لها دور، ويبقى لها دور مهم في الحكم. الاحزاب في كل حته في العالم بيبقى عندها حكومات ظل، بيبقى عندها استشارات في ملفات عديده، بيبقى عندها افكار، بيبقى عندها نصائح لصانع القرار ومستشاريه، بيبقى عندها وجود على الأرض بمقرات كبيرة جدا، عدد كبير من المقرات في المحافظات، وعندها اتصال مباشر مع الشباب، ويعني ليها أدوار كتيرة جدا في العالم الحقيقة في ملفات الزراعة والصناعة والشباب والفن والرياضة. الأحزاب دي شيء مهم جدا، وإحنا الحمد لله عندنا عدد ضخم جدا من الأحزاب ووفرة شديدة. نتمنى أنه يعني أهي فرصة بنتعرف على أحزاب ربما ما تعرفوهاش كفاية، وفي نفس الوقت نشوف دورها في الفترة القادمة مع الحوار الوطني هتبقى ايه. خلونا ندخل على اول اخبار هذا اليوم، وبنبدأها من رئاسة مجلس الوزراء واجتماع مجلس الوزراء اللي توجه رئيسه بالنيابة عن الحكومة كلها بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اداء سيادته لليمين الدستورية لفترة رئاسة جديدة في بداية الاجتماع اليوم. والحقيقة قال دكتور مصطفى انه اداء فخامة الرئيس اليمين الدستورية لفترة جديدة جاء بمثابة اعلان للجمهورية الجديدة، واعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا يضاف لايام مصر الخالدة التي تزخر بالعديد من المناسبات التي تؤكد وتعكس عراقة هذا البلد العظيم. وقال إن أداء اليمين الدستورية بالعاصمة الإدارية الجديدة تأكيدا على قدرة المصريين على صنع المستقبل الأفضل لبلدهم وأبنائهم، وأنهم على الرغم من مختلف التحديات هم قادرون على استكمال مسيرة البناء والتنمية. الخبر اللي بعد كده أيضا من مجلس الوزراء اللي وافق في اجتماعه النهاردة على مشروع قرار رئيس الجمهورية عفوا قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. المشروع بينص على أن تحل طلبات التصالح والتقنين والتظلمات للجان البت
والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة بالقانون. الحقيقة أنه مجلس النواب برضو خلينا أقول للأمانة يعني مجلس النواب بذل جهد كبير جدا جدا في هذا القانون وبالتحديد لجنة الإسكان وبالتحديد المهندس إيهاب منصور. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور أستاذ إيهاب، إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك؟ معالي النائب، بالحقيقة كنت لسه بقول إنه حضرتك واللجنة يعني من أكتر الناس اللي بذلت جهود لإصلاح تشوهات أو العيوب اللي بانت مع التطبيق في قانون التصالح، ياريت حضرتك تكلمنا عن هذا الأمر الجديد. وطبعا يعني الحمد لله يعني بعد طول انتظار هو اللائحة التنفيذية لقانون التصالح هتصدر بحيث ان هي تبتدي بقى تتطبق والناس تحل مشاكلها اللي عنده قضية. باشمهندس الخط بيقطع، الخط بيقطع، لو تكرم علينا بخطوتين نحو شبكة افضل كده احسن. كده عظيم، بتقول الحمد لله اللائحة خلصت اهي وهتبتدي تتطبق. الحمد لله يعني ان هي ايه هتبتدي تتطبق، وان كان يعني برضو يعني في نقطة كده كانوا كاتبينها مجلس الوزراء ان هو هتتطبق في خلال بعد شهر من تاريخ صدورها. اللائحة مفترض هتحل يعني شوية مشاكل اللي احنا حليناها في القانون 187 علشان نسهل شويتين على المواطنين في التصالح. المفروض انه حاليا بقى يتم في الجهات المعنية بدء تشكيل اللجان اللي هتراجع اللي هي هتقبل طلبات التصالح وتتلقاها وكذا، سواء لجان اللي في الحي او مركز المدينة او جهاز المدينة او اللجنة الفنية اللي هي هتبص في المستندات. ايوه اللي هتفصل بقى طبعا. هو الحقيقة يا باشمهندس يعني حضرتك عندك حق، لانه اللائحة المفترض انها بتحقق الغرض اللي من اجله وضع القانون، يعني لما عدد الناس المتصالحين يزيد، لما الرقعة الزراعية والسكنية تبقى مفهومة للدولة من غير مشاكل من غير لخبطة، لما يدخل للدولة حصيلة من هذا الامر، كل دي اشياء احنا محتاجينها، ولا ايه رايك؟ طبعا، لان انا يمكن قلت قبل كده ان القانون ده لو اتطبق بصوره جيده من 5 سنين كان ممكن يدخل فوق ال 150 مليار جنيه للدوله. يعني ما علينا، لن نبكي على اللبن المسكوب، احنا قدام يعني امر واقع حاليا. لكن بنقول بقى ان هو هيحتاج متابعة جيدة جدا من الوزارات المعنية للأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن علشان نبقى مطمنين ان تطبيقه طبقا للفكر اللي اتحط في القانون، علشان نخلص ال 2,800,000 ملف القدام اللي هم موجودين حاليا لدى الجهات كلها في مصر، علشان الناس تقفل بقى الصفحة دي. احنا كان الهدف الأساسي كنا عايزين نقول عايزين نشد خط على المخالفات بقى، نقفل موضوع المخالفات ونمنعها ومش هنخلص بقى ونتصالح وكده، يبقى مش هنخلص بالظبط. فهو التصالح لما ان شاء الله نتمنى يعني انه التطبيق بتاعه ينجح ويخلص. التطبيق الحقيقه برضه يا باشمهندس فيه حاجات كتيره، وزارات كتيره متداخله، يعني في وزاره اسكان، التنميه المحليه، ان شاء الله ده يساعد ما يعطلش يا رب. بالظبط، يعني الزراعة طبعا. فأنا يعني طبعا عهدي بالوزارات انه وزارة الإسكان بتخلص واجبها أول بأول زي ما بيقولوا، لكن مش فرض وسط مجموعة وبعدين بقية المجموعة الباقي يعني ينام. طب ما فيش في القانون مهلة بتحط لها سقف للجان اللي هي هتنظر في الأمر؟ في مهل في القانون حطناها وفي اللائحة هيبقى موجود، بس يعني بحاول ابقى متفائل دايما انه انها تتطبق. طيب، علشان نخلص الاجراءات ونخلص ال 2,800,000 دول، لان انا متوقع ان في مواطنين تاني هيتقدموا طبعا. لو مشيت الحكايه ناس كتير هتتقدم، محدش يحب يمشي غلط. بشكرك معالي النائب.
شكرا جزيلا لسعادتك معالي النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب و بالذات لجنة الإسكان، والحقيقة الجهد الكبير اللي بذل منه في هذا القانون الحقيقة منذ يعني أو من قبل إصداره في أول مرة، والملاحظات والتوضيب اللي حصل في القانون الجديد. زي ما قلت لحضراتكم، أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم قرارا بأن تكون الفترة من يوم الثلاث 9 إبريل الجاري حتى الأحد 14 إبريل أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة عيد الفطر. كل سنة وحضراتكم طيبين. والحقيقة أنه الأجازات اللي بتيجي في جنب الجمعة والسبت يعني فعلا تحسسنا أن في دولة عايزة الإنجاز، علشان الحاجات المفتوحة بتاعت زمان دي اللي كانت بالعشر أيام ديت اللي بتخلي الناس ما بتشتغلش الحقيقة، وبتخلي الناتج الأخير ضعيف جدا جدا لأداء الموظف في مصر، ويمكن ده يعني مش بيتكرر في بلاد كتير يعني بالشكل ده. النهاردة قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوصية زار. احنا قلنا الخبر ده قبل كده، بس احنا معانا طيب يعني احنا قلنا لكم قبل كده هذا الخبر ونقوله تاني، انه قداسة البابا هنأ فضيلة الامام الاكبر دكتور احمد الطيب فضيلة شيخ الجامع الازهر بعيد الفطر، وكان وفد كبير بيرافق قداسة البابا، ونزل زي ما انتم شايفين على صفحة المتحدث الاعلامي للكنيسة القبطية. الوفد كان بيضم اصحاب النيافة، أنبا دانيال متران المعادي سكرتير المجمع المقدس، أنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة، أنبا أكسيوس أسقف المنصورة، القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، الراهب القس كيرولوس الأنبا بشوي مدير مكتب قداسة البابا، القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، دكتور جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط عضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية، اللواء نبيل رياض مدير أمن الكاتدرائية، دكتور عايدة نصيف الأستاذة بالكلية الإكليريكية. نروح للبنك المركزي اللي قال النهاردة أن صافي الاحتياطيات الأجنبية الاحتياطي من النقد الأجنبي يعني سجل 40 مليار دولار و360 مليون بنهاية شهر مارس الماضي. طبعا لو تفتكروا الأربعين ده رقم كنا يعني قعدنا نحلم بيه فترة طويلة بعد الأزمات المريعة. طبعا مش هكلمكم عن استلام السيد الرئيس للبلد والاحتياطي ده كان يمكن في حدود 13 مليار. المجرمين اللي ضيعوا مصر وكانوا عايزين يجيبوها على الارض وفي الاخر هم ماشيين قال لك هنحرقها لكم ودي سياسه الارض المحروقه. 13 مليار بعد ما كنا عدينا ال 40. 2010 كان الاقتصاد وصل لمنطقه كويسه قوي، وبعد ما نزلنا بقى جينا نكافح ونقوم من 13. كنا بنصد عمليات ارهابيه، قعدنا 10 سنين بنصرف على مكافحه الارهاب، وبعد ما طهرنا مصر وبنحاول نشتغل في المشاريع ونجيب احتياطي من النقد الأجنبي من قناة السويس من تحويلات المصريين في الخارج من الاستثمار من الصناعة من السياحة، فالحمد لله ده رقم كويس قوي ان احنا نوصل 40 مليار 360 مليون دولار او نقد الأجنبي، طبعا العملة الرئيسية اللي بتحسب عليها الدولار في نهاية مارس يعني من يومين ثلاثة، وده شيء كويس جدا. مصر بتستورد بما يعادل 5 مليار دولار شهري من السلع والمنتجات، طبعا ده رقم كبير جدا بإجمالي في السنة 55 مليار دولار، وبالتالي المتوسط الحالي الاحتياطي يغطي حوالي 8 شهور من الواردات السلعية لمصر، وده أعلى من المتوسط العالمي اللي بيبلغ 3 شهور بس اللي هو الاحتياطي، وهذا طبعا بيؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. طبعا هتقولوا لي طب ده بيغطي 8 شهور وبعدين، لا ان شاء الله احنا الاحتياطي الطبيعي في العالم 3 شهور،
احنا عندنا اكتر منه وشغالين بيزيد. احنا ان شاء الله خلال يمكن الويك اند اللي جاي ده ويخش لنا 20 مليار بقيه الصفقه بتاعت راس الحكم. نروح لوزير الماليه محمد معيط اللي بيؤكد ان الدوله بتتحرك في مسارات متناسقه متكامله لتحسين وتقويه الوضع الاقتصادي في مصر، وبيوضح ان قانون الماليه العامه الموحد بيساعدنا على تخفيض الدين واعباءه لكل كيانات الحكومه العامه ليبلغ معدل الدين للناتج المحلي 80% في يونيو 27، طبعا هو دلوقتي يعني 100 وشوية، حيث ينص القانون على وضع حد أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ونسبتها للناتج المحلي لا يجوز تجاوزه إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة. الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك أستاذ إيهاب وعلى كل السادة المشاهدين يا فندم. دكتور سيد، يعني الاحتياطي بتهيألي اللي أعلن عنه ده رقم طيب جدا، حضرتك تقولي رأيك. بالتأكيد طبعا ارتفاع الاحتياط النقدي خلال الفترة الأخيرة نتيجة لتدفق العملة الدولارية الصعبة من إعلان الاتفاقية على مشروع رأس الحكمة، كمان زيارة الاتحاد الأوروبي ودعمه لأداء الاقتصاد المصري بحوالي 8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزداد هذا الدعم الكامل. أيضا موافقة الصندوق النقد الدولي على إعطاء مصر شريحة جديدة من القرض، كل تلك التدفقات هتساهم بشكل كبير خلال الفترة الحالية والمرحلة المقبلة إلى زيادة الاحتياط النقدي. يعني إحنا ممكن من المتوقع أن يزداد إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الفترة احنا المقبلة. في 20 تقريبا داخلين خلال اليومين اللي جايين دول على طول، يعني إن شاء الله. بس إحنا نفسنا يا دكتور سيد، وده اللي حضرتك تساعدني برضو في الإجابة عنه، نفسنا أنه ارتفاع هذا الاحتياطي يكون عارف حضرتك الأغنية بتاعت زمان اللي كانت بتقول من أموالنا بإيد عمالنا. صحيح طبعا. يعني نفسنا أن يكون ده من زيادة الصناعة وزيادة التصدير وارتفاع بقى معدلات تحويل المصريين في الخارج، معدلات إيرادات قناة السويس، السياحة، الصناعة، يعني كل الخمس روافد الأساسية اللي منها بيدخل الاحتياطي ده. بالتأكيد طبعا، يعني أهم عناصر تدفق العملة الصعبة زي ما حضرتك تفضلت تحويلات العاملين، وده زادت الفترة الأخيرة بسبب السيطرة على السوق السوداء، وده كانت جزئية مهمة جدا للبنك المركزي لزيادة تدفق العملة. أيضا قناة السويس وقطاع السياحة، كمان الإنتاج، وفي إيرادات البترول كمان، هم دول الخمسة يعني طبعا لا بديل عن الانتاج خلال الفترة المقبلة وزيادة القدرة الصناعية، ودي من أهم أولويات الحكومة والدولة المصرية خلال الست سنوات القادمة، هي فكرة توسيع القاعدة الصناعية حتى يكون هناك زيادة في القدرة التصديرية وتقليل الواردات بشكل كامل. هو ده اللي احنا محتاجينه الفترة المقبلة حتى لا نعتمد يعني بشكل كامل على فكرة الديون الخارجية طبعا. وازدياد وهنا بقى الديون الخارجية، وهنا بقى يثور السؤال الخاص بالدين الحكومي ده، هل ده طبيعي في العالم كله ان الدين الحكومي يبقى 100 وشوية من الناتج المحلي؟ شوف حضرتك، طبعا احنا مرينا الفترة الأخيرة زي ما حضرتك تفضلت في البداية ان مصر مرت خلال العشر سنوات الأخيرة بالعديد من الأزمات طبعًا الاقتصادية والسياسية طبعًا، وده استنزف الموارد الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة. لكن فكرة الديون طبعا انا بشوف انها في منطقة آمنة، ومصر لن ولم تتعثر في سداد اي قرض من الدين الخارجي، لان الديون على مستوى طويل الأجل. فبالتالي يمكن النهاردة وزير المالية بيقول ان احنا مش عايزين نزود الديون، واعتقد ان احنا ان شاء الله لن يكون هناك زيادة في حجم الديون الخارجية، وسيكون هناك سداد بشكل مستمر. طب الدين الداخلي بقى طبعا يعني الدولة يعني بتعمل بشكل متوازن طبعا، زي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا عديد من الازمات. ايوه يعني هل حضرتك شايف ان ده شيء طبيعي بالنسبة للدول المجاورة للدول عموما؟ الرقم ده مش رقم الدين، النسبة. هو طبعا استاذ ايهاب هو يعني رقم مش طبيعي طبعا، زي ما قلت لحضرتك ان احنا الازمات هي اللي خلتك تدخل في زياده حده الديون الخارجيه الفتره الاخيره، يمكن ازمه عالميه زي ازمه فيروس كورونا. طب الطبيعي يبقى في حدود كام في المية يا دكتور؟ والله هو على حسب المؤشرات الاقتصاديه في الدوله، يعني في دول يعني ما بتلجاش الى الديون بشكل كامل لان لديها وفرة كبيرة في الموارد والمقاومات والتصنيع بشكل كامل. اعتقد ان احنا يعني خلال الفترة المقبلة هيبدأ في عملية انخفاض الدين بشكل كامل، وده هيكون آلية مهمة جدا من آليات الدولة، هو الانتاج الى توسيع وتنوع
القطاعات الاقتصادية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. أشكرك يا فندم جدا جدا دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي. الحقيقة انه لما يبقى يعني سنة 27 نوصل ل 80% من الناتج المحلي الإجمالي في الدين الحكومي بس، الدين الداخلي، دي أرقام يعني مفزعة. أنا عارف طبعا أن الدولة استدانت كتير من بعضها ودلوقتي بترد الأعباء التصديرية وبترد للمستثمرين والمصنعين، بترد أجزاء، والشركات كان علينا أرقام فبنرد، لكن ما هو يعني لما يبقى 60، لما يبقى في الحدود دي، احنا بنقول آمنة، آمنة يعني قبل الانفجار ولا آمنة ايه؟ طب ما احنا 30-40% من الناتج المحلي عندنا ناتج كويس نستفيد بيه في ايه؟ نستفيد بيه في مشاريعنا بقى، نستفيد بيه ان احنا نطور مصانعنا بقى، نطور استثماراتنا بقى، تصديرنا بقى، نشوف حل الموضوع باب المندب بقى مع الدول الاخرى اللي بتتحدى. يعني بيقال انه المفروض انه يعني النهارده كان في تصريح عالمي انه لو اعلنت الجماعه الحوثيه جماعه ارهابيه ده هيضغط عليها ويخلي تقلل او تلغي ضرباتها في باب المندب عشان تنفي عن نفسها. هذا الامر طبعا بتظهر بشكل انها وطنيه وبتدافع عن حقها في اليمن الحر السعيد. يعني الحقيقه النهارده في تصريح مهم جدا عن جامعه الدول العربيه اللي دعت على مستوى مندوبيها الدائمين لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده بضمان امتثال اسرائيل لايقاف ووقف اطلاق النار وادخال المساعدات الانسانيه واجبار اسرائيل على ايقاف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني. مجلس الجامعه عقب اختتام دورة غير عادية برئاسة موريتانيا أكد على جميع قراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، ما يشمل دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4-6-67 وعاصمتها القدس. الحقيقة أنه هذا القرار أو هذه الدعوة تمثل أهمية كبيرة. إحنا الحقيقة عايزين نسمع لجامعة الدول العربية صوت عالي، صوت قوي، صوت ما يراعيش المصالح الفردية الخاصة لبعض الدول اللي صوتها عالي في الجامعة ويأثر على أنه يطلع قرارات قوية من جامعة الدول العربية. يعني المطالبة بالفصل السابع ده معناه طبعا هو أعتقد مش هيحصل يعني، لكن ده معناه انه يبقى تنفيذ اسرائيل لوقف اطلاق النار وادخال المساعدات بالقوة الجبرية. يعني لو ما نفذتش تروح قوات من مجلس الامن تجبر اسرائيل على التنفيذ، فهي خطوة قوية ونتمنى لها النجاح. طبعا اسرائيل رمضان خلص واسرائيل تهوى انها تقول للعالم كله انا ما بسمعش كلامكم، ها وروني بقى. هل هيجرأوا يوروها؟ ده السؤال. في الداخل الإسرائيلي مظاهرات ضخمة تعلق الشرطة الإسرائيلية على اختراق متظاهريها للحواجز الأمنية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وهيئة البث أوضحت أن الشرطة الإسرائيلية قامت بالاعتداء على عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس بقطاع غزة وأوضحت أن أحد المتظاهرين حط نفسه تحت عجلات سيارة الشرطة، تم الاعتداء عليه وإخراجه من أسفل السيارة بالقوة، وهو أحد المحتجين المطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس في الوقت الراهن دون أي تأخير. دكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون العربية والإسرائيلية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بك. دكتور ياسر، يعني احنا كنا بنتصور في السابق ان المظاهرات دي معناها ان الشعب الاسرائيلي رافض لما يفعله نتنياهو وحكومة الحرب، لكن اتضح في اخر استفتاء انه 61% موافقين على اللي بتعمله الحكومة، واللي بيعملوا المظاهرات هم اهالي المحتجزين فقط ومن يعني يناصرهم. اعرف رأي حضرتك. هو الحقيقه يعني فيه العديد من المسائل، يعني هو بالفعل النسبه يعني ديت هي اللي ظهرت، لكن انا شايف ان نسبه الجماعه الحريديم او بيسموهم الحريديم اللي هم الاصوليين اليهود، وفي نفس الوقت الحكومه الاسرائيليه
يعني الايه يا فندم حضرتك قلت الايه اليهود؟ الحريديم، الحريديم دوت دي ايوه معناها ايه؟ يعني الاصول زي الاصوليين، الاصوليين يعني زي زي المتطرفين تمام. دول حتى كمان يعني ايه ما لهمش تجنيد، لكن طبعا كان في قضايا وكان في حاجات كتير جدا عشان يتم تجنيدهم. أيوه. الفتره ديت وده انا عارفهم، دول معظمهم بيعتبروا نفسهم من خدام الديانه اليهوديه يعني، وبالفعل طبعا بيأيدوا المجموعه اللي موجوده مع نتنياهو باعتبارهم من اليمين المتطرف. ايوه. ف يعني هيبقى في مشاكل الفتره الجايه في الجزئيه ديت بالذات كمان، لان طبعا المظاهرات اللي بتتم والناس اللي هي بتطالب بعوده بتبادل المحتجزين واعاده الرهائن، وفي نفس الوقت يعني بيطالبوا باسقاط حكومه نتنياهو وعمل اجراءات انتخابات مبكره، الناس دي كلها الحقيقه يعني ثبت بما لا يدع مجال للشك ان الحكومه في اتجاه وان المجتمع الاسرائيلي في اتجاه تاني. طب هل حضرتك شايف انه ممكن يتم الضغط بالفعل على نتنياهو تقريبا بيطلع لسانه العالم كله يعني بعد قرار وقف اطلاق النار خلال رمضان اللي هو ما نفذش منه حاجه ورمضان بيخلص؟ والله بص حضرتك هتتعجب من اللي انا يعني هوضحه لحضرتك دلوقتي. اتفضل. يعني الحاجه الوحيده يعني حاليا القادره على انها تاثر على الحكومه الاسرائيليه هو مزيد من المظاهرات ووقوف الاسرائيليين في وجه الحكومه الاسرائيليه، لان دوت بيعطل في يعني هي امريكا بتساند بكل الامكان سواء بالسلاح او بالمال، لكن طبعا في هنا يعني اسرائيل كالمجموعه اللي في او كل سكان اسرائيل معظمهم في الاساس بيتم تجنيدهم لما بيحصل اي مشكله او بيحصل اي حرب بيتم تجنيدهم كجنود في الجيش الاسرائيلي. يعني حضرتك تقصد ان المظاهرات دي استمرارها بيعطل دولاب العمل في اسرائيل نفسها يعني بشكل قاطع؟ اسرائيل صغيره وفي نفس الوقت. طيب هل عندك تعليق على دعوه مجلس الجامعه العربيه النهارده لوضع قرار ووقف اطلاق النار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده؟ عايز اوضح لحضرتك برضو حاجه، انا سمعت يعني انا برضو تابعت الجزئيه دي وحضرتك برضو بتتكلم فيها. اتفضل. الموضوع دوت مهم جدا، لان احنا يعني سواء عدد كبير من الدول العربيه وعلى راسهم مصر تحركوا بشكل دبلوماسي، كل المجالات الدبلوماسيه اتخذوها، حتى السعي في مجال مجلس الامن وكل التحركات تمت، لكن طبعا اسرائيل في اتجاه تاني خالص. ما والمحكمه مفيش الدوليه وغيرها، طالما ان الولايات المتحده الامريكيه بتدعم الجانب، مش هقول كمان ان الولايات المتحده الامريكيه بصفه خاصه، وانما حتى الرئيس الامريكي نفسه هو رافض السياسه بالطبيعه نتنياهو، لان ممكن تؤدي الى اسقاطه هو نفسه. يعني حضرتك شايف ان ده ممكن يحصل موضوع الفصل السابع ده؟ يعني مع اسرائيل ما اعتقدش. ما مش هيحصل. طيب يعني اخيرا يعني هي كلها وسائل دبلوماسيه بتؤكد على احقيه الشعب الفلسطيني وبتاكد على ان اسرائيل في جانب والعالم كله في جانب تاني، وطبعا دي برضو ليها اهميتها سواء قرار الجامعه العربيه، سواء محكمه العدل الدوليه، سواء قرار اللي طلع باجماع الاتحاد الاوروبي الاسبوع اللي فات، في حاجات كتير من اساسياتها توصيل المساعدات. طب اخيرا عايز اسال حضرتك بقى، نتنياهو بعد ما طلع من المستشفى بالسلامه بعد الفتاء اللي جاله امبارح تقريبا، كان ليه تصريحات انه اسرائيل ما عندهاش مانع من صفقة تبادل رهائن مصر هي الوسيطة فيها، ايه تفصيل الموضوع ده؟ هو نفسه مش هيتكلم الكلام دوت ولا هيعبر عنه الا لما تأكد من الخسارة الكبيرة في عدد الجنود وفي الاسلحة والتدمير اللي تم والكراهية لدول العالم. يعني في فعلا صفقة متوقعة خلال الايام القليلة القادمة؟ اه طبعا، هي غصب عنها هتضطر كده، لان هو عايز يعمل بطوله زائفه ما عرفش ان هو يعملها اساسا، يعني حتى أيه. ما قدرش ان هو يمسك اي حد من الناس اللي طبعاً. هو حاططهم مستهدفهم، وعشان كده شكله وحش قدام عائلات الرهائن كلهم. بشكر سعادتك. هو تدمر، هو بقى مدمر يعني، تم تدميره سياسيا، هو لن يكون له قائمه خلال الفتره القادمه. بشكرك يا فندم جدا، دكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون العربيه الاسرائيليه. ونروح لتايوان. تايوان برضو من الأماكن اللي هي تغلي على نار هادئة، تفتعل فيها أمريكا المشغبات، وفاكرين الطائرة بتاعت لينسي جراهام لما
الجيش الصيني قال هنفجرها لو راحت تايوان، وراحت تايوان وقعدت تقول الديكتاتورية الصينية واحنا عايزين لكم الحرية. الحكومة التايوانية النهاردة اعلنت عن وقوع قتلى وجرحى في مقاطعة هولين الجبلية شرق تايوان على اثر وقوع زلزال قوي بالساحل الشرقي للجزيرة. الزلزال قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، ويعد الاقوى من 25 سنة. شايفين الامارات وهي ميلة كده شكلها صعب قوي ازاي. والتصريحات دي وفق إدارة الطقس المركزية في تايوان. فرق الإنقاذ تسابق الزمن لمساعدة السكان على الخروج من المباني المنهارة، الحقيقة الصور صعبة خالص، في مدينة هولين الواقعة قرب مركز الزلزال. دكتور جاد القاضي أستاذ الجيوفيزيقا ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم على حضرتك كل المشاهدين، اهلا بيكم. دكتور جاد، الصور مؤلمه، يعني ايه اسباب الزلزال ده، ولا ده شيء طبيعي بينشط كل فتره ولا ايه؟ طبعا الصور مؤلمه، ويعني تعزينا لكل اسر الضحايا طبعا والحكومه تايوان بعيد عن الامور السياسيه وتبعيتها للصين من غيره طبعا. لكن المنطقه دي واحده من انشط مناطق احزمه الزلازل في العالم. لو حضرتك تشوف على الخريطه كده هتلاقي دي مناطق كلها جزر بيسموها أرخبيلات. يعني ايه يا فندم بتقول معيش اخر جملة، ايه جزر؟ ايه جزر بيسموها أرخبيل؟ تمام، جزر في جزر بركانية في المحيط. ودي بتمتد شمالا لحد ما توصل اليابان، عندنا بقى بنوصل لبحر الفلبين. والمناطق دي لو تتذكر يعني بشكل مستمر بيحدث عليها زلازل كبيرة وموجات تسونامي، يمكن اشهرهم واكبرهم الزلزال والتسونامي اللي حصل في جزيرة سومطرة، ودي برضه احد الجزر المنتشره في شرق المحيط. ده الواحد كانه بيتفرج على فيلم كرتون يا فندم، يعني الفيديوز اللي هم اللي بيعرضوه بشكرهم الحقيقه جدا، حاجه صعبه قوي. وكيف يمكن انقاذ الناس اللي تحت يعني هذا الردم؟ يعني والله هي فعلا المناطق دي من المناطق اللي بنسميها مناطق منكوبه لكثره الزلازل القويه اللي فيها. لكن من الحاجات الكويسه ان في بنيه تحتيه بتساعد او بتقلل على تقليل الاثار، واخد بال حضرتك؟ وده اللي احنا مؤخرا في مصر حاولنا نعمله مع مجلس الوزراء، نبقى فيه دليل استرشادي وتحديث لكود المباني وكود الاحمال الزلزاليه، وايضا توعيه للجهات العامله في مجال الانقاذ والدفاع المدني، لان بدون الجاهزيه طبعا الضحايا بيزيدوا. طب هل يا فندم هم كان عندهم يعني فكره بالنشاط الزلزالي دوت واتخذوا اجراءات وقائيه؟ لا، هي طبعا احنا يعني رد على سؤال حضرتك مفيش تنبؤ بالزلازل، لكن المنطقة يمكن حضرتك قلت الزلزال ده حصل من أكثر من 25 سنة، فاللايف تايم أو تكرارية النشاط الزلزالي المحسوس في المناطق ده متوسطه من 20 ل 30 سنة، فهم خلاص الشعب والحكومات مدربين، الجهات التابعة ليهم على عملية الإنقاذ والإجلاء. طيب آخر سؤال عايز أسأله لسعادتك، هل يعني هل يمكن البعد عن هذه الأماكن والبناء في أماكن أخرى، ولا ده مستحيل؟ ما فيش حاجه مستحيله، انا طالما نعرف النشاط الزلزالي في اي منطقه ما هم عارفين اهو من 25 سنه بالظبط يعني. نقدر نصمم مباني تتعامل او تتحمل قوه الزلازل اللي بتحدث في المنطقه. لكن البعد عن الاماكن مش ما فيش منطقه امنه، يعني محدوديه الاراضي هناك والمساحات المتاحه بتتحتم عليهم انهم يتعاملوا ويبنوا في الاماكن اللي فيها نشاط زلزالي. طب هل اخيرا، هل ده اللي بعد الاخير بقى عشان اللي فات كان اخير؟ هل حضرتك شايف انه في اي تخوف او يعني اجراءات ممكن تتخذ في مصر يعني تجاه الزلازل ممكن تلمسنا كده من بعيد؟ احنا عارفين احنا مش منطقه زلازل. هو كويس ان حضرتك طرحت الموضوع ده، وده اللي انا عايز اطمن الناس، لان في بعض الناس يعني نشطين شويه على السوشيال ميديا، زلزال حصل في تايوان ولا في اليابان ولا في الفلبين بعيد عننا الاف الكيلومترات، ما فيش اي علاقه تماما. ففي بعض الناس بيبقوا قاعدين كده يشيروا الرعب ويخوفوا الشعب، وطبعا كمان شويه يظهر الراجل الهولندي اللي بيصنف على اسم انه عالم، هو طبعا ملوش اي واصطفاف. لا وطلع كلامه كذب، خلاص بقى مش المفروض الناس تبطل تتابعه بقى؟ فندم الكلام ده احنا من اول يوم فندناه طبعا، عشان حضرتك متخصص على حقائق علميه. تمام، فاحنا يعني عايزين بس الناس تثق في المؤسسات اللي موجوده عندنا والباحثين اللي موجودين في مصر،
على المستوى المحلي طبعا زي ما قلت سيادتك في سياسة بنتبعها مع كل الجهات المعنية على رأسها مجلس الوزراء، تحديث كود مباني، توعية للجهات العاملة، في دليل استرشادي لمواجهة مخاطر الزلازل، كل الحاجات دي موجودة، موجودة بالنسبة على صفحة مركز دعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء، ومتاحة لدى المحافظات ولكل المحليات انهم يبداوا يطبقوها زي ما احنا بنشوف حاليا عمليه الاجلاء للرعايه في تايوان وفي اماكن كثيره من العالم. لكن احنا بعيدين تماما عن احتمال الزلازل، طيب بعيدين عما يحدث في تايوان، عايزين حد يوصل الرعب للمواطنين. الدنيا يعني الحمد لله عندنا مستوى امن من نشاط. بشكر سعادتك جدا دكتور جاد القاضي، استاذ الجيوفيزيكا، رئيس الرابطه العربيه للفلك وعلوم الفضاء. اخر خبر معايا، على غرار الطفل المغربي ريان سقوط مزارع في بئر بالمنيا، في سيناريو مشابه لسقوط الطفل ريان في بئر بالأراضي المغربية، سقط مزارع في بئر مياه جوفية بالصحراوي غرب مركز المنيا. الأجهزة الأمنية بتكثف جهودها لاستخراجه. اللواء محمد مصطفى دبش مدير أمن المنيا تلقى بلاغ من أهالي عزبة حامد عزاء التابعة لقرية طوخ الخيل مركز المنيا بسقوط مزارع في بير للمياه الجوفية. احتشدت المعدات الثقيلة بموقع البلاغ في محاولة لإجراء حفريات بمحيط البئر لاستخراج الجثمان في ظل وجود صعوبات لكون الأرض صخرية. الأستاذ إياد محجوب الصحفي بموقع القاهرة 24، مساء الخير يا فندم. يا جماعة على حضرتك وعلى متابعينك الكرام. خلينا ناخد من الاخر للاول، احنا طلعنا الراجل ولا ايه؟ لا، لحد الان مازال البحث شغال. هل ممكن يكون صاحي بعد كل الوقت ده؟ هو فقد الوعي بعد ساعات ولا احد يعلم كان حيا ام ميتا. عرفتوا منين يعني عارفين مكانه وعارفين انه فقد الوعي ومش عارفين نطلعه؟ هو بالضبط حضرتك تفاصيل السقوط، هو البئر على عمق 40 متر. سقط على عمق 30 متر لان العمق من تحت 50 سنتي القطر. في محاولات كانت لانقاذه ولكن الحبل اللي كان بيتسحب بيه اتقطع. يا سلام. دي كانت اللحظات الاخيره اللي كانت بتجمع ما بين طه المزارع وبين الاصدقاء اللي موجوده في المكان. يعني هو مسك الحبل وطلع شويه وبعدين الحبل اتقطع؟ قطعت 5 متر لفوق وبعديها الحبل اتقطع، واتقطع التواصل ما بين طه والاصدقاء الموجودين بالمكان. ما خلاص، ما هو طه كده وقع 5 متر لتحت اللي كان طلعهم على الاقل، يبقى ارتطم خبطه جامده. فقد الوعي، فقد الوعي ولحد الان لم يعلم احد ان كان ميتا ام حي. واحنا ما عندناش يا استاذ اياد يعني ما عندناش وسائل انقاذ يعني احدث شويه من الحبل الدايب اللي اتقطع ده؟ هو حضرتك كان الحادث في وقت متاخر. الاهالي كانت بتحاول تنقذه لان المكان في الصحراء الغربيه. هو لحد الان بقى له 48 ساعه تحت الارض. شيء مؤلم جدا. وهو البير ده بقى ده بير مستخدم، بير فيه شغل، بير خلصنا اللي احنا عايزينه منه وبننزل فيه مثلا مجاري، فالمفروض يبقى متغطي، ايه وضعه بالظبط؟ البير ده كان مختص للمياه الجوفيه. ولكن فشل اخراج المياه وتم ردمه في 2016. حلو قوي. ايه بقى اللي حفره تاني 40 متر؟ هو عمق 40 متر زي ما هو. ايوه، ايه اللي حفره؟ انت مش بتقول لي تم ردمه؟ تم ردمه. طيب. او تم اتلافه. وايه اللي حصل؟ تم اتلاف البير لانه لم يستخرج منه مياه جوفيه. ماشي. بس هو خرج طه واختل توازنه داخل البير. ايوه استاذي، مش احنا يعني احنا برضو كاعلاميين وحضرتك معانا. يعني هذه الابيار تم اتلافه ازاي لما هو مسار خطر بشع كده؟ ما هو حضرتك المكان في الصحراء. ايوه يعني مش المفروض يتردم بقى، المفروض يتقفل بقى، عشان الراجل عدى ما خدش باله وقع اهو. ما هو الحفره حضرتك، الحفره مش على مدى واسع. هو المكان اللي سقط فيه منه يا دوبك سنتيمترات. تمام يا فندم، انا بشكرك جدا استاذ اياد محجوب الصحفي بموقع القاهره 24، بشكرك. والحقيقه يعني احنا عندنا حاجات شبه كده يعني في اماكن مش قليله، عندنا الكهرباء اللي طالع منها السلوك عامله كده، والحفر المعموله والبيارات اللي مش عايزينها
ومتسابة، دي حاجات خطيرة جدا ولابد أن يساءل فيها المسؤولون عنها. خلونا نروح لفاصل وبعدين نرجع ناخد اللقاء عبر تقنية زوم مع الأستاذ رأفت صليب.